ما إن لامست درجات الحرارة في المثنى 40 درجة مئوية، حتى بدأت معاناة الأهالي مع الانقطاع المستمر بالطاقة الكهربائية لساعات طوال. أبناء المثنى وصفوا الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية في فصل الصيف أشبه بالشبح الذي يعاود إلى الواجهة في كل عام كضيف ثقيل. هذه المشكلة الأزلية منذ 18 عام يبدو أنها ما زالت كما هي، حتى مع تبدل الوزراء، مع تبدل الحكومات تبقى مشكلة الكهرباء هي نفسها، حتى مع إنشاء محطات جديدة هي نفسها مشكلة الكهرباء، حتى مع يعني الدعم المالي، حتى مع توفير كل شيء تبقى مشكلة الكهرباء. الكهرباء تعبانة حيل، زين اكو ناس ما عندها مولدة، اقسم بالله اكو ناس بيوت هسه فلا عندهم مولدة، وتعرف قطع الكهرباء بعض مرات للساعات، بعض مرات ساعتين بساعتين، وضعها مو مستقر الكهرباء. كهرباء بالمحافظة المثنى زفت، كل شيء ماكو. يقطعونها 4 ساعات يجيبونها ساعة، واحنا نشرد من الحر، وما تشتغل دوم. يتعامل بتعسف وازدواجية مع محافظتنا. حكومة المثنى المحلية أشارت أن مركز السيطرة في وزارة الكهرباء يتعامل مع محافظة المثنى بصورة تعسفية بسبب منح حصة المثنى إلى 3 محافظات عراقية يصل تجهيز الطاقة الكهربائية فيها إلى أكثر من 19 ساعة، إضافة إلى وجود القطوعات المفاجئة التي عطلت الكثير من المشاريع الحيوية في المدينة. إن مركز السيطرة الوطني في وزارة الكهرباء يتعامل بتعسف وازدواجية مع محافظتنا، حيث يتم منح حصة محافظة المثنى إلى 3 محافظات يصل تجهيز الكهرباء فيها إلى أكثر من 20 ساعة، فيما تعاني المثنى من انقطاع الكهرباء حتى في مشاريع المياه الإسالة والمستشفيات، حيث يقوم مركز السيطرة الوطني بالقطع المفاجئ للكهرباء عن محافظتنا، مما يسبب بإيقاف المشاريع الحيوية. وعلى الرغم من هدر 10 مليارات الدولارات على ملف الكهرباء من تخصيصات مالية وتعاقدات وهمية ومشاريع بقيت على الورق، إلا إن العراقيين استقبلوه رغما عنهم كضيف ثقيل يقابل بامتعاض شديد. من السماء، حسين الخزعلي، قناة جدة الفضائية.